كان على موعد مع الأهداف المبكرة، شأنه في ذلك شأن أتلتيكو مدريد وبرشلونة. خيسي في هذه الكرة الرائعة يبين ويوضح على كل الإمكانيات والمحل. تفوق في الأوائل لدفاع الريال، وخيسي رودريغيز يحاول الإسراع، هجمة مرتدة لريال مدريد تنطلق على اليسار الخير ديماريا، ديماريا اللي يوزع وكريم جول، كريم 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 يكرم الضيافة الملكية بالثنائية 14 هدف لكريم بنزيما في هذا الموسم. كريم كريم رائع، توزيعة أرجنتينية عالمية من نجم الكرة الأرجنتينية أنخيل ديماريا، هدفان لصفر للريال، 67 هدف، ثاني أقوى خطوط الهجوم الإسبانية على بعد هدفين من الأقوى برشلونة اللي يملك 69 هدف. الريال مشاهدينا الكرام، الريال يتعطش طبعا للأهداف. الماضي الريال بوضعية الأبطال، لوكا مودريتش جول، كرة كرواتية مثالية وعالمية، هو لوكا مودريتش كرويف الكرة الكرواتية، يعطي للفرقة الملكية أجمل ثلاثية، ولويس غارسيا يعاين الأضرار داخل الديار. شوف الكرة اليمينية الكرواتية في شباك أنخيل مويا، ثلاثية يا سادة. ريال مدريد كالعادة، ريال مدريد مشاهدينا الكرام على بعد هدف واحد من معادلة رقم برشلونة 69 هدف للبارسا، 68 هدف للريال كأقوى خطوط الهجوم في الليغا الإسبانية.